حلقة اللي هي الأولى إن شاء الله مش الأخيرة من كاش أو بلاش. شو هيدا المسلسل؟ هذا رح يكون عبارة عن عدة حلقات، عنا 10 أسئلة، 3 مراحل، رح يكون معنا ضيف اللي هو دايما أنا. تمام. عنا 3 مراحل، 10 أسئلة، وعنا 3 وسائل مساعدة: اتصال بصديق، استعانة بالجمهور، وحذف إجابتين. بدنا نرحب بضيفتنا اليوم نور. مرحبا. تفضلي الجمهور. أنا نورا، كيفنا؟ مرحبا فيكي أحسان. أكمل المثل التالي: طب الجرة عتمة بتطلع البنت لستها، لأختها، لحماتها، أو لأمها. معك 15 ثانية، تفضل. لحماتها وبثبت. جواب نهائي. فيك تعيد السؤال؟ ما معنا وقت. خلص الوقت. لأمها وثبتت. لأمها. بركي لستها. هن بيقولوا بركي لحماتها ستها، بس بثبت امها. لأمها. جواب صحيح. السؤال الثاني: ما هي عاصمة لبنان؟ لبنان. هلا ليبيا. من يضحك اخيرا يضحك كثيرا. اوكي، الحمد لله. هل هو باريس، بيروت، بصرة، او بنغلاديش؟ معك 15 ثانية. البصرة او شو كان؟ عندنا باريس، بيروت، البصرة، وبنغلاديش. يعني حضرتك من وين يا نور؟ والله حضرتي من لبنان، بيروت. حلو. خلص الوقت. يلا ثبت بيروت. بيروت. الجواب هو بيروت. نجي للسؤال الثالث وهو حلو. الأخير في المرحلة الأولى. حلو. السؤال وهو: ما هو الطعام المفضل لدى القرد؟ ما هو الطعام المفضل لدى القردة؟ هل هو الموز؟ نعم. الفوز؟ اللوز؟ أو الجوز؟ 15 ثانية. الجوز مثبت. الجوز؟ نعم. هل أنت متأكدة؟ الموز؟ شو كان الحيوان؟ الموز. الفوز؟ الموز. الجوز أو اللوز؟ الموز. الموز مثبت؟ نعم. جواب صحيح. هلا المرحلة الثانية. نعم. من ذكرك عندك 3 وسائل مساعدة. حلو. استعانة بصديق، استعانة بالجمهور، وحذف إجابتين. حلو. من كفة. نبلش بالرقم الرابع. ما هو العلم الذي يعني علم طبقات الأرض؟ هل هو البيولوجيا، الفيزيولوجيا، الجيولوجيا، أو الكيمولوجيا؟ معك 15 سنة، تفضلي. أول شيء أستاذ أحسان، القعدة قدامك إلها رهبتها، ولكن هذا السؤال إجابته عندي. ما معنا كتير وقت، بدك أعرفين؟ لا. أنا بقول الجواب لهذا السؤال هو الجيولوجيا وبثبت. والجواب والله ست نور، شو ماشي طالعه طلعتك. قلت لك انت حتتحديني وانا ما حكون قد التحدي، لاني حكون قد ونص. انت قدها؟ قد. شو رايكم قدها؟ ما اظن. بذكرك عندك 3 وسائل ان شاء الله ما منعوزن.
ان شاء الله نحن بنذكر فلفة الذكرى. شو ان شاء الله ما منعوزهم. السؤال الخامس منبلش يا ما هو اسم نعم الذهب الابيض المشهور في المعادن؟ هل هو البلاستيك؟ هل هو بلاتين؟ هل هو بيلاروس؟ او هو بلافستو؟ معك 15 سنة تفضل. الذهب الابيض برجع بذكرك بلاستيك بلاتين بلاروس بلافستو. بلافستو حبيتها مبينة طيبة. حلو انا حبيت الجو التفكير التفكير ايه كيف بتعملي بذكرك عندك ثلاث وسائل مساعدة بحس ما رح استعملهم هلا لاني انت قد انا قد عرفت السؤال وانا بقول بلاتين. بلاتين منثبت بليز يكون غلط منثبت منثبت جواب صح. يلا منبلش سؤال رقم 6 منبلش ما هو اسرع طائر يجري على الارض؟ هل هو الدجاجة؟ دي انتوا فاهمين انتوا فاهمين السؤال غلط. طائر ويجري على الارض؟ نعم اوكي انا بس عارف انه الطائر يطير صح. الدجاجة نعم. البطريق طائر اوكي. النعامة او الصوص؟ لا ما تمزحوا معي اكيد الصوص. هلا الصوص هيدا بس ندعس عليه. بس اذا انا كان عندك صوص؟ كان عندي اشتريتي شي صوص وانت صغير؟ كان عندي صوص الملون اشتريت ثلاثة واحد زهري واحد ازرق واحد اصفر كلهم ماتوا. ما معنا وقت سوري اوكي نرجع من عيد. فيني استعين بصديق الدجاجة. السؤال ما هو اسرع طائر يجري على الارض؟ الدجاجه لا. البطريق النعامه اوكي او الصوص. اوكي النعامه او الصوص النعامه او الصوص وانا بثبت على الصوص. النعامه جواب نهائي. جواب نهائي بس رهبتك يا استاذه رهبتك كثير تنضيع. والجواب صحيح. نبلش بالسؤال السابع عملتها نعم. لهون تفضلي. نحنا بلشنا بالمرحلة الثانية اوف خلصت جاوبنا على الست اسئلة فبس. هلا السابع هو المرحلة الثالثة. حلو حب ذكرك نعم ثلاث وسائل مساعدة. حلو ما تنسوا. حلو بتعرفي شنة؟ لا مساعدة. اتصال مام بصديق شو كمان الحذف اذا اجاب اذا يا جرسة حذف اجابتين وثلاث وحدة الجمهور الجمهور بيجي يساعدني جرج ما حدا قاعد هون بس انه شبقونا هود العالم الاخر كثير بتاخذونا شو بيقولوا خيرها بغيرها. لا منكم نستفيد لك. لا انا عم بسألهم عم تسألين ولا شو قلبنا الادوار يمكن. السابع حلو ما هو الشيء الذي كلما زاد ينقص؟ حلو هل هو البحر هل هو الفقر هل هو العمر او البصر؟ معك 15 سنة تفضلي. كل ما زاد بيطول ولا بيقصر؟ كل ما زاد بينقص. كل ما زاد بينقص. هلا البحر كل ما زاد بينقص. احنا صحيح كل ما زدنا الايفابوريشن بينقص. بحر. معك 5 ثواني. شو كانوا الاجابات الاخرى؟ العمر. الجواب النهائي كان البحر، الفقر، العمر او البصر. الفقر اذا زاد بينقص. 5 ثواني قلنا بينقص عمرنا طبعا. 3 ثواني العمر. شو رايكم يا جمهور؟ شو رايكم يا مشاهدين؟ صحيحه. نبلش السؤال الثامن تفضلي. كم ساعه
ينام الأسد في اليوم نصف ساعة، 10 ساعات، 47 ساعة، حلو، أو 20 ساعة، 15 ثانية. تفضلي. هلأ نصف ساعة، 47 ساعة، لفتوري انتباهي في اليوم. نعم، لأنه بتعرفوا أنتوا اليوم 24 ساعة، كتير حبيت sense. حبيت. بس أنا بهالسؤال بحب أني أتصل بصديق. رح تستعملي الوسائل. والصديق هو صديق مقرب، ف هو دكتور دكتور في السياحة. شو دارس؟ اختصاص حيوان. سوري مرة، اختصاص حيوانات يعني. يلا. أكيد حيعرف الأسد. يلا من نتصل. شو اسم صديق الصديق؟ صديقتي اسمها وراء. يلا اتصال لبراءة. افتحي سبيكر. الو مرحبا. الو مرحبا، الدكتورة براءة. مايك احسن من برنامج كاش او بلاش. كيفك اليوم؟ عم تسمعيني منيح؟ طفي صوت التلفزيون من عندك واسمعيني من التليفون. عم تسمعيني منيح؟ نور حبت تتصل عليكي وفي سؤال بدها تاخذ الجواب منك. تفضلي نور، معك 25 ثانية بعد ما تقولي. كم ساعة ينام الأسد بالنهار؟ الأجوبة هنن نصف ساعة، 47 ساعة، 10 ساعات، أو 20 ساعة. بليز ساعديني بس بسرعة. أوكي أوكي، ما بتغيري رأيك؟ متأكدة؟ يا براءة منخسر. يا براءة يلا يا براءة بسرعة، شو بتثبتي؟ الجواب نهائي؟ براءة 10. خلص 10، وانا بقول 10. جواب نهائي؟ لانه انا بوثق بصديقتي. جواب نهائي وحيكون نصف ساعة، 10 ساعات. جواب نهائي؟ جواب نهائي. متأكدة؟ براءة متأكدة. متأكدة للصراحة، بس الوسيلة. براءة متأكدة. قطع الخط مع براءة. هلا صديقتي قالت انه بينام الاسد 10 ساعات، ولكن عندي تردد بين 20 ساعة وعشر ساعات. ليش التردد؟ التردد لأنه الأسد هو أسد وهو ملك الغابة، مش لأنه هي براءة. لا. لأنه الأسد ما بيعمل شيء غير أنه يأكل، وهذا الذي دفعني على أن أختار 20 ساعة، سوري براءة، عن العشر ساعات. فأنا بثبت على 20 ساعة، وإن شاء الله يكون الجواب صح. أنت متأكدة؟ انا في شك للصراحة. جواب نهائي. جواب نهائي 20 ساعة. كان سؤال صعب. اول وصفة لتجهيزات رمضان هي عجينة. السؤال للحقيقة كان صعب، ولكن مظبوط. لا ساعة. شكرا اني ما رديت على براءة. شكرا. هو هيدا. نعم. هيدي الغاية من الوسائل المساعدة. صحيح. معنا انطرت. شو بتقول براءة؟ بقول عكسه. اوكي تمام. كم عضلة يستخدم الانسان عندما يغضب؟ 10 عضلات، 11 عضلة، 12 عضلة، او 13. معك 15 ثانية، وبحب ذكرك عندك وسيلتين للمساعدة. طيب انا باعتقادي انه الانسان لما يغضب بيستعمل عضله واحده وهي لسانه مثلي انا.
ولكن هيدا السؤال كتير صعب لأنه الأجوبة كتير مقربين بعضهم 13 12 11، فأنا بدي اختار وسيلة من الوسائل وهي حذف إجابتين إذا بتريدي. هيك بديك؟ هيك بدي. متأكدة؟ متأكدة. تمام، لكن حذف إجابتين رح ينحذف 10 عضلات و 12 عضلة، يبقى عنا 11 و 13 عندك. وبما انه عضلات الانسان هي عضلات كثيرة، فانا راح اختار الرقم 11. الرقم 13. بتحبي تفكري؟ فكري مني قبل ما تفكري. هيدا استخدميه بس على الصبت، استخدمت 13 عضلة حاليا. هلا انا اخترت الرقم 13. جواب نهائي؟ والله نهائي، نهائي جدا. صحيح. خلص. صحيح، جواب صحيح. خلص. خلص. المرحلة الصعبة. نحن قطعنا المرحلة الأولى، قطعنا المرحلة الثانية، المرحلة الثالثة كانت صعبة، استعملنا نحن وسيلتين. باقي عندك وسيلة واحدة واللي هي الجمهور. نعم. استعيني بالجمهور. ثقتك بالجمهور قد ايه رح تكون؟ هل تثقي انت بالناس؟ هلا الصراحة ثقتي بالناس كتير صعبة اعطيهم اياها، ولكن الجمهور اللي موجود معنا اليوم بالغرفة انا كتير بوثق فيه، لانهم هن من الاشخاص المقربين على قلبي جدا، فاكيد ما راح اوثق فيهم، راح اجاوب شو في براسي. ما راح يكون هين، سؤال صعب كتير. راح نجرب وشو بيطلع معنا، بعدين بناخذ رأي الجمهور. نروح للسؤال العاشر. ما هو اسم الكوكب القزم؟ عطارد، نبتون، المريخ او بلوتو؟ معي 15 ثانية وفيكي تستعيني بالجمهور. 15 ثانية. هيدا السؤال انا بعتقد هو السؤال القاضي الذي سيقضي علي. رح يجيني نيزك مش كوكب. الكوكب القزم، عطارد يمكن. عندك وسيلة للمساعدة. طيب انا رح استخدم هالوسيلة ورح استعين بالجمهور. جمهور بليز، يلي بيعرف يجاوب، يلي ما بيعرف بليز ما حدا يجاوب، هيك كرمال تبقى المصداقية أعلى. تفضلوا. فإذا استعملنا المساعدة بالجمهور، كيف حماسي؟ كيف؟ صراحة ما بكذب عليكي، أنا حاسة إني كتير متوترة حاليا، متوتر درجات. في $100، في $100 رح أربحها ورح أجيب فيها شو ما بدي. شو رح بما يعني نحن ناطرين جواب الجمهور، شو رح تعملي بالـ100 دولار؟ هلا صراحة يعني عم فكر. هيدا الكاش، هلا الدولار، مين معه كاش دولار هلا؟ $100 في اعمل فيها كذا شغلة صراحة. انت شو حابة تعملي فيها هيدا؟ شو بدك تعملي؟ تشتري فيها، تسافري فيها؟ سافر $100، تروحي على مونريال. اوكي، مثلا تشتري فيها ميك اب، تشتري فيها قطعة ثياب، تتبرعي فيها. لا اذا تنسخر على العالم تصير. يا المهم تحبي تحققي حلمك. خليني افكر جديا. ايه يا رفقاتي اذا بيشوفوها، يلا بهال $100 بحب اشتري سمك. سمك حلو. كان عم تخلينا لا خليني افكر. فهمتي؟ لاني قتلت سمكتي. بحب احقق حلمي. لا بيخ طبعا كاينه، انا بيخ حقولها. اوكي، بهال $100 انا عبالي حقق حلمي. عبالي حقق حلمي. شو حلمك؟ هيدي $100 منا كافي لحقق. $100 دولار. هيدي $100، هيدي $100، هيدي المية، المية دولار
رح احقق فيها حلمي ورح انزل اشتري غراض اللي انا بحبه. صار عنا رأي الجمهور بنشوفه على الشاشة. 5% عطارد. 5% نبتون. عنا 70% لبلوتو. اف. وعنا الدستارو. 20% للمريخ. طيب والله الكرسي يا جماعة مش انا. بتحبي تروحي مع جمهور او بتحبي تختاري عزم؟ هلا انتو سألتوني اذا عندي ثقة بالناس وانا قلت ابدا، بس هالمرة لاني ما بعرف الجواب مجبورة اروح مع الجمهور، وانا رح روح بس 70% واقول بلوتو. جواب نهائي. هيدا السؤال حاسم، هيدا السؤال بخليكي تربحي $100 كاش. انا بعتقد اني رح ثبت هالمرة بحياتي ان شاء الله ثقتي تكون بمحلها. ثقتك بالناس؟ نعم ان شاء الله تكون بمحلها. شو رأيكم يا جمهور؟ جواب صحيح. شكرا. طيب شكرا. شو بتحبي تقولي للجمهور يلي ساعدك؟ طبعا شكرا كتير للجمهور، شكرا لك ست احسان على استضافتي اليوم وكل يوم. كتير انبسطنا، كتير ضحكنا، الجمهور كله حيضحك معنا ان شاء الله. بليز انت تقولي رح يتابعونا للاخر؟ رح يتابعون، بيروح عليكم صراحة، يعني بيروح عليكم كثير إذا ما تابعت. ما تتابعونا بليز، لأنه بليز ما تتابعونا. وكثير انبسطنا. $100 أكيد رح أشوف طاقلي، بكرة فرجيكم شو رح أعمل. بدنا بس الكاميرامان يجيب لنا. بحب أشكر اللي عمل لي الميك اب. بحب أشكر اللي عمل لي الشعرات. مين عمل ميك اب؟ أنا. بحب أشكر نفسي. ايه وشكراً كتير لكم. كاميرامان بده يعطينا $100 للكاميرامان. وين الكاميرامان؟ شكراً كتير. وهيدي $100 كاش. لا ما بصدق. شكراً، ما بحب ألمس مصاري. شكراً كتير لكم. هاي $100 رح اشتري فيها شوكولا حبيون بالدرج تبعي. مشاهدينا بنشكر متابعتكم إلنا، ان شاء الله تكون حلقة عجبتكم، نالت اعجابكم، وان شاء الله يا رب هيك بتشوفوا حلقات شو نقص. ما بعرف انا خلصت. لاقونا بالحلقة الجاية. لاقونا بالحلقة الجاية من كاش او بلاش او لا شو كمان. لاقونا بالحلقة الجاية من كاش او بلاش. خلصت. اوكي يلا تعال نحضر. يا الله الضحك. ايه هيدا نظري من اين؟ يا الله 16 دقيقة هيدا.